أطلقت رسمياً مبادرة بيروتيات، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تأسيس مجموعات فاعلة في المناطق المختلفة في العاصمة لتعزيز قدراتها وتمكينها من أخذ مبادرات تطور بيروت وتحسن ظروف العيش فيها. وقد لفتت رئيسة الجمعية هدى أصأص أن المبادرة كانت أطلقت في عام 2015 بدعم من مجموعة مخزومي، مشيرة إلى أن الجمعية تؤمن بأن الوصول إلى بيروت الحضرية يتم عبر وضع اليد باليد، وأن بيروت هي عاصمة التضامن والتكامل.